النور ولا بركعنا أي بركعة هي ضد أنتوا ولا بركعنا أيك مجرد وحين جبت أمانتا هنا ضد كميت كهين ولا بركعنا أي وحان هل كان داو ديال سود واد ملك سود دولي ديك جوكتان عدكو عن ننسو ديني وننك قدوم ننك قدوميها بنادر مدالي مدالي وحولي هاي ولي ما أركينو هاي قبري داد كجيرو لبرك عنايو داد لكن لبرك عنايو ميل ديقانو لبرك عنايو واركي جيريو هاي لكن ما أركينو هاي داد قبري لقصو فاقايو أو لبرك عنايو ولي ما أركينو هاي حتى وحال لي هاي مادام وبريان حسن شيخ محمود وقبريها قودة يو قول كاسنا اوهرو انو مركو قبر كسارو نمانكا دادك انت كسارو وركلو قناستا ديب او وقض اوهرو وانو رو انو كرسو هوتيل 5 ستار اح كواسو دماشا دالك دادك ايو تغان دادك العاق تهستو مركا قدوميها مدالنا عرين داسواد دي دي مركا بالهدل الكيسة على الاسي سعونا وحو دهي أنيقا وحان هاي قدوميها مغالا ده مقدشو صوبت إكانتين وحاو آيو دهي داد كان مالين كستا قبورو هودا داد كنن تاي لغا قفايا ايا إيسو دعوو ديسان نوك دهي دعوو بدن ايا قارتي أو ولي وحا إيسو قار دعووين بدن ماش أسنا خلاف بدن ايا كتا ناسي حسي محمودو دهيو أصي حسش محمود حيسكويستان مدام لب إسلش قيان حسش من مدحويني وياي نينك أنا جورك بنادر وأضيك ياي وحالي مرك خلاف ولا يا كده هاي مرك عن صيص عنا وركي سانسي وذن قدومية أنا يميل لبرك أنا قبور الأسير هذا با دولة ده مسؤول كأ ميت لبرك أنا يا ولقي مارك أنا يود هاي سيد هذا وحود هاي سيد هذا وحود هاي ميت ك يقبورها أنا وحاك مسؤول له دولت ايا كمسؤول لكن دولت ياسي كوينت ايا ماشي اذا اي قبطي وحين ربطا اني قول كان ديبو قلطو انا تسي سعنو دولت ايا مسؤولية دي قوليسا هدي مسؤولية دا سيدا يعانتنا دولت دو دي علي ويكاريسا اد مركا مدارة وحولي هاي قول كاي وحكستا اي داد كان بنتي وحكستا وحا مسؤول كاها الدولت دا لأن دولة دنا أصلاً ما أنت قيم أيوكا هاي ماشي أو بنتك أو من سر بروشين ماشي أو من جول بنادر واي جول كبنادر أصلاً يا مرح كع هذا وحي علاس أو إما هذا أما هذا لا سمايو وحاليا هاي ماشان نبقى محقوق عاي أما سان أي جارتي واجي قد دالك وقدوميها ها مرك أصو تاس كدير رايو أي وحور ربا دت كم ننتي إني حقوق ذهران ما دام قبل الرقوف أيو مرك تاس أيو بنان كوسو استعجي روح كستنا وقت أديك آد جوكتو أما آد شقد كوجرتو وحي دعه أديك أي هذا الغوص وحصي أو الجلية هاي تاريخ ذا أما وحان صار نضح اللاوي وحي دعين وقت هبل وجوي أداد ماش أديك أول كآد قدومية كهاي يهداد وح كستكيد مرك صدق أديك ماش مرح كهاي أديك أي هذا دتك غوص وقمنا الجلية وقت لبعد تلا وحي دعه واجه هبل وماش ما هوينا كها سيدو كلام وحال يري نينكي وارن ورال كيس أي أمير قوة قدومية مر قدومية مدارية وحوزكوت هي مركا دولة دي كلها داي وارتي أو ربطه إن يقولك قفته أصلا ما دام ودولة دي كميت هاي أيقنا أي واشين أصلا يدوم مي أصلا يا أمي القوة أصلا وحور راو مركا ذات كان حوالا قفنا يو أو قدر يو إنه كره وبلاصوص عنه مركا وعنك جرني النور ولا بركة أنا مركا ماشي صيانو بحينا قدومي هذا الكيسة بريحا بوحات تاغن لبات أدق أيا تاغن لبات هذا سوء إن داد ميت أهل لصوء قفو ومالين كستانار كينو قبر يقودة إن لقفايو وقاركود بار كين حتى انتين قبر يقيد لبحين عدود واقي مالك الأرميان مركا لبات هذا سوء دادك سوء مالين آد وقصو بدن يسو لبات هذا مجرتو مركي الدولة كالي قبصان ودن كأمدحوين كالوو مال مجرو waxa koos gareen maxawad seeday markuu xasan sheekh maxamuud qabsado ama damul jidid ay maado mu dhibkan imaada laakiin farmaajo waa guur ma jirin dhulka noqodana meedkan soo faqa ma jirin dawladdi kala ka horreysay xasan ma sheekh sharif ma jirin dawladdi kala dhan seef ba ahaayeen meedka qabriyada loo deen jiray laakiin xasan sheekh maxamuud markuu imaado waxa dhacdo dhul booba dhacdad dhulki oo la boobo xitaa hadda waxaan ognahay in meedadkii loogu daatay dhulkooda ee la leeyahay waxaa laga dhisaa hoteel laga dhisaa oo laga soo faaqayo
waxaa kasii horreeyey meydadkii ajakis iyo tiimkiisii ayaa ta xabaalahooda la qoday ayaa meydkii laga soo faqay kadibna meelo kale lagu duugtay. dhulkii asagaha waxaa leeyahay dowladda hadda way xeendaabtay. kanna su'aasha ku jirta dadka isweydiina waxay tahay dowladda maxay ka rabtaa dhulkan, ilaa dhul la'aan ma jirto, dad waxaa jiro oo nool oo maanta dhulkii dowladda xoog ku haysto oo loo dhawaan waayo. dadkan dhintay intii lasoo qufayo maa dadkan nool inta meel loo raadiyo maa meel la dejiyo dhulkaas dowladda ay ku adeegato. marka waxaa leeyahay dowladda sida jirto dhul badan ayay haysataa, dhul la'aan ma hayso, waxay rabtaa bis ah. ayaga hadda waxay leeyihin dhulkan dowladda ayaa iska lahayd oo saasaa nimankaa dadkan dhintay loo faaqayaa, laakiin waxaas dhan wax ilaahay untay oo ka jira ma lahan. only waxay rabaan dadkan hadda madaxda ka ah dowladda ama xildhibaano leh ama wasiiro leh ama madaxweyne leh, waxay rabaan ba ahaadeen dadka hadda jooga isku waafaqsan in la faaqo meydadkan oo laga bixiyo isku waafaqsan. waxay rabaan bise inay ganacsi ka samaystaan. ganacsi horta ruux walba wuxuu ilaahay u qoro ayuu helayaa. inkastoo dowladdan xasan sheekh maxamuud aysan dhargayninba wax kasta waxa qaadato ilaah wax kasta waxay rabta waa cunto ama dhul gada dheh ama beesa boob ama wax hanti dadweyne dhac waxay rabta waa noqoto. dowladdan xasan sheekh maxamuud loogama hawo qabo inay mar dheregto, intay dheregto oo wax dan shacab ay ka taliso. markay soo gashaba waxay samaysaa wax laablaabyo ah oo loo dulqaadan karin ama aad dhahayso dhibaatadan intay kabay qaadanaysaa. waraan waxaa lagu ogaa musuq maasuq ayaan ku ogeyn oo lagu garan jiray inay xoolo dhacdo, inay dhul dhacdo, waxaas dhan waa lagu ogaa. laakiin laguma ogeyn inay meyd maanta inta soo faaqdo oo banaanada usoo bixiso oo dhahdo kadibna ganacsi laga sameyo dhahdo laguma meyd inay soo faaqdo horaan kuma ogeyn. laakiin waxaan ku ogeyn inay dadweynaha dhacdo ama musuqmaasuq hantida ummadda inay cunto, musuqmaasuq gooni ah iyo qabiilaysi hoose iyo fikrad dheer oon wax qabad lahayn waan ku ogeyn. laakiin maanta waxay taagan tahay meesha ugu darada ay taagan tahay. xitaa baraha bulshada beryahan marka aad fiiriso waxa ka socdo wax ruux weyn uu fiirsan karo ama wax loo dulqaadan kara maahan, taasna asaga ay sumad ku tahay oo dowladdiisa ay sumad ku noqon doontaa iyo daleecaan ay ku noqon doontaa. maadaama xitaa waxaan arkaynay dad leh qabuuro hadda la dad nool oo socdo oo leh qabuuro hadda la faagayo, aniga lugtayda ayaa ku aasan, lugtaydana dadka ma aqaamo. xitaa waxaa jiro maamooyin baraha bulshada ka qaylinaya oo muuqaalada aysan gudbin doono, kuwaasoo dhahayo xasan sheekh maxamuud aniga meeshan dadka iyaga ku aasan, ciyaalka iyaga ku aasan, qabuurahoodina dad kale kama garanayo. haddaa maanta taantaan ka bixiyo meelo kala geysan lahaa kama garanayo qabriga meelo, laakiin lagama garan kara awowga oo 20 sano ama 30 sano duugnaa kadib dad badan ayaa meesha ayaa laga soo sokomarinaya, ama aabbaha ayaa 10 sano duugan ama 20 sano duugan, qabrigiis ma aqoonsan kartid. waa hadal saxa. xitaa waxaan arkaynay wiil kale oo iska masaakiin ah oo yidhi maalintii $7 ayaan ku shaqeeyaa oo dhagaxan jabiyaa, $7 hadda maanta waa ka soo cararay, waxaan uga soo cararay shaqadii inaan meydka aabbahay la baxo oo intuu geyn. xitaa waxaa la yidhi meydka waxa lagu qoday hadda lagu soo bixinay lacag waaye. aabbaha shaqaayis lacagay kaa rabtaa, dowladdii lacag gooniay kaa rabtaa, bal dhibaatada ummadda haysata fiiri. ummaddaas marka sayid naxariis u helayaan madaxweynaha marka miyuusan asaga waalidkii miyuusan ogolaan lahaa in asaga waalidkii saa lagu sameeyo, muusan ogolaan lahayn. xitaa waxaan arkaynay dad meydkooda la saarayo, gaari la saaray ama diyaarad la saaray, maalinta madaxweynaha uu soo degayay dad waxaa keenay meydkooda inta lasoo faqay lagu aadiyey, maalinta asaga imaanay kadib meesha diyaarad laga saaray oo waddanka loo dhoofinayo. meyd ilaah kugu dhaashay 10 sano duugan ama ka badanba duugan oo maanta laleeyahay ka waran waddankan meeshan ay ku duugan tahay laga cararayaa meel kale annaka seef noo ah ayaan geysan leeyahay ka waran. awa dowladdii ummadda u dhaaratay oo ummadda mas-uulka ka ahayd awey ayadii maanta saas waxyeelaysa soo dhibaato maaha. marka ayadii maanta ruuxii marka dhintay oo meydkiisa hadday faqayso qabriga gadanayso oo qabrigiisa dhulaan ka gadanayna ilaahay waa dhisanaynaa, ma ku xabsi ku jiro, miyay wax u qaban, mise mid naafa inta isbitaal geysa miyay daaweynaysaa dowladdaas? dowladdan waxaa leeyahay 100% way fashilantay. waan arkaynaa marka wixii ka soo kordhaa wadayaal, meeshan aynu kugu soo gudbin doonaa muuqaalka sii sheergareey asxaabtiina la wadaaga. xasan sheekhi dowladdiisan waxaan leenaa ma dargeysaane ummadda inka nabadgasho, keeda dhintay keeda nool, waxa inka nabadgalaano. waadna mahadsantiin daawadeen.